الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وسراج الظلمة يا وأبا الأئمة غريب يا مظلوم كربلاء يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز والله فوزا عظيما مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مغفر عرصاتي لآل رسول الله بالخيف من منى وبالركن والتعريف والجمرات والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات منازل وحي الله ينزل بينها على أحمد في السورات منازل قوم يهتدى بهداهم فتؤمن منهم زلت يا العثرات منازل كانت للصلاة وللصوم والتطهير والحسنات قفاء نسأل الدار التي خف أهلها وإذ رعوا متى عهدها بالصيام والصلوات فيا وارث علم النبي وآله عليكم صلاة دائمة نفحاتي بعد يا دعب إلى أن يقول فاطم لا خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط كراتي ايش تسوين يا زهرة إذا لنطمت الخال فانطم عنده وأجريت دمع العين بالوجنات هنّاح يا زهرة على من هات نوحي نوحك
معرفة الحلال والحرام فقط كما هو المعروف والسائد. إذا قلنا علم الفقه يعني علم الحلال والحرام، هذا جائز وهذا غير جائز، هذا حرام هذا حلال. السيد العلامة في ميزانه صاحب الميزان حينما يأتي إلى آية النفر وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، هناك يعقد بحثاً مختصراً يقول يعني شنو ليتفقهوا في الدين؟ يقول التفقه في الدين كل أمر له ارتباط بالدين، سواء فقه الحلال والحرام، فقه السير والسلوك إلى الله، فقه العقائد، فقه السيرة، هذه كلها يقال لها التفقه في الدين. إذا شوف عندنا رواية تنقل عن الأئمة عليهم السلام: من حفظ من شيعتنا 40 حديثا بعثه الله يوم القيامة عز وجل عالما فقيها ولم يعذب. من هنا صارت سنة العلماء وسيرتهم أن يؤلفوا كتاباً تحت عنوان 40 حديث، مو فقط السيد الإمام قدس الله نفسه اختص بهذا العنوان، لا، صاحب كتاب الذريعة العلامة الطهراني عنده كتاب يقال له الذريعة إلى تصانيف الشيعة، يعني جميع المؤلفات لعلمائنا من مذهب أهل البيت مكتوب في ذلك الكتاب. يقول هناك 77 كتاب تحت عنوان 40 حديث، حتى والد الشيخ البهائي المدفون في مقبرة أبي عنبرة قدس الله روحه عند كتاب يقال له 40 حديث. إنزين، من حفظ من شيعتنا 40 حديثا، ما هو المراد من الحفظ؟ أن يحفظ الإنسان الرواية عن طريق اللسان ثم تتكرس تلك الرواية في ذهنه وفي عقله، أم لا؟ الحفظ الذي يكون مقدمة للعمل. طبعاً قد يقول واحد مقتضى الإطلاق في الرواية الحفظ، مطلق الحفظ، يقول صحيح الرواية مطلقة لكن الإطلاق له انصراف كما يقولون. يعني شنو الانصراف؟ يعني هناك بعض الكلمات إذا أطلقت تنصرف إلى مكان معين. الآن هذه الرواية من حفظ من شيعتنا 40 حديثا لا تنطلق إلى مطلق الحفظ، ليش؟ بقرينة ذيل الرواية، هل بارك أم يلتفل؟ مو ذيل الرواية بعثه الله عالما فقيها، كيف يعقل أن يبعث الإنسان في صورة العالم والفقيه وهو حفظ الرواية من دون أن يعمل بها؟ ما يعقل. هذه قرينة على أن المراد من كلمة حفظة
الحفظ الذي يكون مقدمة للعمل. يقولون المولى النراقي قدس الله نفسه صاحب كتاب جامع السعادات، كتاب جامع السعادات كتاب أخلاقي استدلالي، يعني يحتاج إلى أستاذ. الإنسان العادي لا يتمكن من قراءة هذا الكتاب، هناك مطالب فلسفية في حقيقة النفس في حقيقة الروح. هذا الكتاب جدا ضخم، كتاب يحتاج إلى تمعن، يحتاج إلى أستاذ. يقولون المولى النراقي ذهب إلى النجف الأشرف، وكان المرجع آنذاك الشيخ جعفر كاشف الغطاء قدس الله روحه. من عادة العلماء أن الإنسان خصوصا العالم، العالم إذا يجي من منطقة لابد أن يزار، هذا سنة الحوزة، هذا عرف حوزوي، عرف علمائي. بنزين المولى النراقي من وين إجا؟ إجا من إيران، من نراق إلى النجف الأشرف، لازم الشيخ كاشف الغطاء يزوره حسب العرف. يقولون تباطأ الشيخ كاشف الغطاء يوم يومين ثلاثة ما زار، استغربت الناس، قالوا شيخ ليش ما تزوره؟ قال أنا صحتي ووضعي ما يسمح، ما أقدر أزور. شيخنا مو مناسب، الآن المولى النراقي إجا من إيران وهو فقيه، مو إنسان عالي ترى. المولى النراقي الشيخ محمد مهدي عنده ابن اسمه الشيخ أحمد النراقي، الشيخ أحمد النراقي صاحب كتاب مستند الشيعة، أيضا هذا الكتاب من أفخم الكتب الفقهية الاستدلالية. الأب فقيه والولد فقيه، نعم الولد معروف في الفقه أكثر من الأب، الأب معروف في علم الأخلاق. قال أنا ما أقدر أزور وضعي ما يسمح. يقولون يوم يومين ثلاثة قام الشيخ النراقي فبادر بنفسه لزيارة الشيخ كاشف الغطاء. الناس استغربت، قالت عجيب، وأنت جاي إلى النجف أنت تزار لا تزور؟ قال لا 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 لا، هذه أخلاقيات أهل البيت سلام الله عليهم، ها خلاص لعل الشيخ كاشف الغطاء عنده عذر ما يقدر يزورني أنا أزور. إنزين هناك عرف آخر أيضا بأن الإنسان إذا زاره إنسان لابد أن ماذا؟ يرد تلك الزيارة، يبادل هذا المعروف بزيارة. شافوا الشيخ كاشف الغطاء أبدا ولا كأنما أحد زاره. يوم يومين ثلاثة قرب وقت رحيل المولى النراقي، خلاص راح يطلع من النجف. في اليوم الأخير جاءه الشيخ كاشف الغطاء رحمة الله عليه، إجا الشيخ كاشف الغطاء قدس الله روحه، قال لي يا شيخ محمد مهدي أنا تباطأت في زيارتك لغرض. قال شنو شيخنا؟ قال أريد أعلم الناس، ترى الشيخ محمد مهدي من الذين يعملون بما يعلمون، انت مو فقط ألفت كتاب جامع السعادات في مجلدين، ها هذا الكتاب الضخم، وانت ما تعمل بمضمون هذا الكتاب، لا 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 لا، انت تعمل وتطبق المضامين الموجودة بهذا الكتاب. هذا من مصادق التفقه في الدين، هذا التفقه في الدين، مو تحفظ مسألة فقهية تسوي روحك السيد الخوئي وانت قلبك مليء بالحق والضغينة، ما ينفع. تدري انت الآن بعض الناس يجي الماتة خوش يعني ألم تقول ليش ما تسلم على فلان؟ يقول ما تكلم وياه، عجيب من متى؟ من سنتين، حرام. بعض الفقهاء من السيد السيستاني يقول احوط وجوبا الا يهجر المؤمن اخاه اكثر من ثلاثه ايام، مو مكروه حرام، يعني انت قاعد شنو ترتكب؟ الذنب، ترتكب المعصيه. هذا من مصادق التفقه في الدين، التفقه في الدين مو فقط أن يعرف الإنسان
فقه الحلال والحرام، هذا جزء، الجزء الأعظم فقه المعنى. شوف السيد الإمام قدس الله نفسه في كتابه القيم الآداب المعنوية للصلاة يطرح هذه الآية: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله شنو؟ ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. يقول الهجرة لها مصداقان، خل بالك يا عمي التفت. المصداق الأول الهجرة الظاهرية، يعني واحد يروح إلى بيت الله، إلى مكة المكرمة، إلى مدينة النبي صلى الله عليه وآله، إلى الحسين، إلى أهل رهن، هذه هجرة ظاهرية. لو هذا المهاجر مات فقد وقع أجره على الله. يقول لكن عندنا هجرة أرقى، عندنا هجرة أرقى من هذه الهجرة المادية.